طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع المصدر أونلاين: عالجت آلاف اليمنيين أشهر طبيبة عيون في صنعاء لم تجد جهاز أكسجين قبل وفاتها. موقع أخباري يروي قصة حارس المشفى الذي انتظر الوظيفة الحكومية أكثر من 30 عاما. من أخبارنا المنوعة: منظمة الصحة العالمية تغير موقفها وتنصح بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة. أهلا بكم. موقع المصدر أونلاين يتحدث عن طبيبة العيون التي فقدها اليمنيون في ظل تفشي كورونا. الطبيبة التي ساعدت الآلاف منهم لم تجد من يساعدها وقت مرضها. لقد كانت بحاجة إلى أكسجين لكنها لم تحصل عليه، وفقا لزملائها الذين تحدثوا لموقع المصدر أونلاين. الدكتورة آمال الذبحاني ساعدت الآلاف لكي يروا النور، لكنها لم تجد جهاز تنفس اصطناعي يبقيها على قيد الحياة. كانت وحتى وقت قريب منارة للباحثين عن بصيص من نور يبدد الظلمات التي خيمت على أبصارهم، لكنها وحين داهمها الفيروس القاتل لم تجد من إدارات المستشفيات في صنعاء غرفة عناية مركزة أو جهاز تنفس اصطناعي يبقيها على قيد الحياة. بهذا يروي أحد الأطباء في صنعاء معاناة الدكتورة أمان نعمان الذبحاني، الأستاذ المساعد في قسم العيون بكلية الطب بجامعة صنعاء، ويضيف: في أول أيام عيد الفطر أصيبت آمال بحمى وكحة وحجرت نفسها صحيا، ويوم السبت الماضي تعبت أكثر فأسعفوها إلى أحد المستشفيات الخاصة، وهناك قاموا بإعطائها أكسجين وبعض العلاجات، ولما تحسنت حالتها عادت إلى البيت. ويضيف: تم إعادتها مرة ثانية بعد تدهور حالتها، وكانت تحتاج إلى عناية مركزة لأن المستشفيات الخاصة رفضت استقبالها بحجة عدم وجود مكان شاغر. بعد رحلة بحث طويلة من مستشفيات أو عن مستشفيات خاصة في صنعاء تستقبل حالات كورونا، وكان هذا هو مستشفى السعودي الألماني، وتابع خصص للطبيبة غرفة حجر لكن ليس فيها مقومات العناية وتعطيك أمانا كاذبا. وختم الطبيب حديثه لموقع المصدر أونلاين بالقول: كانت الزميلة أمال تحتاج إلى تنفس اصطناعي، لكن للأسف لم يوفروه لها بحجة أن الأجهزة في غرفة العناية ولا تخرج للغرف الحجر، تركوها تعاني حتى دمر الفيروس جهازها التنفسي وغادرت الحياة رحمه الله رحمة الله عليها. المشاريع والبنادق الشاردة عن الدولة والجيش. تحت هذا العنوان كتب يحيى اليناعي مقاله المنشور في موقع الصحوة نت مضيفا: إيران تحارب لأجل الحرب للسلام، تؤسس لصراعات دامية طويلة المدى وتصنع مجتمعات من خوف وأحقاد وتوحش. وانظروا للعراق التي أمضت 16 عاما وهي في عهدة الموت والخراب. ما يقلق طهران ليس الحرب بل الاستقرار والتفاف المجتمعات حول مشروع الدولة، التفاف القوى الوطنية في المنطقة حول الدول ومؤسساتها وجيوشها وقوات أمنها هو ما يفزع نظام خامنئي فعلا. ستنتصر اليمن بتوحد أبنائها إذا ما فهموا أن عليهم حماية أنفسهم من خطورة التشرذم قبل خطر الحوثي. سننتصر جميعا إذا ما عرفنا أن كل مشروع شارد عن المشروع الوطني هو صيد سهل للشرذمة الإمامية وإيران، وأن كل بندقية شاردة قد تضل طريقها إلى أيدي الحوثيين ومخازن أسلحتهم. فتجربة 5 أعوام من الحرب تؤكد أن المقاومة الشاردة عن الدولة تبدأ بمحاربة الحوثي ثم ينتهي بها الأمر للتخادم معه، كما هو الحال مع المجلس الانتقالي، تحارب لزمن ثم تضل طريقها وتنقلب على الدولة، ويتفاجأ الداخل والخارج بأن انقلاب عدن بات حليفا لانقلاب صنعاء، وكأنما كل مشروع شارد عن الدولة يخرج ابتداء لمقاومة الحوثي سيعود إليه لاحقا، وكل طريق لا يمر عبر دروب الدولة والمشروع الوطني ينتهي بالضرورة عند مكتب خامنئي. من الطبيعي حدوث ذلك كله، فكل مشروع لا يخدم الدولة اليمنية ولا يسعى لاستعادتها وبالضرورة يقدم خدمة مجانية للحوثي، وإن كان أصحابه يعلنون أنهم يقاومون الحوثي ويحاربونه بالفعل.
كانوا يحاولون زرع عبوة ناسفة على الطريق لكنها انفجرت بهم وأودت إلى مقتل وإصابة عدد منهم وفقا لموقع عدن الغد. مقتل الحوثيين أثناء زرعهم عبوة ناسفة في الحديدة. وقال الموقع سقط عدد من أفراد جماعة الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة على طريق كيلو 16 المنفذ أو المنفذ الشرقي لمدينة الحديدة. وفي التفاصيل أن العبوة الناسفة انفجرت أثناء محاولة الميليشيات زرعها بجوار معسكر التدريب بمحافظة الحديدة ما أدى إلى مصرع عدد من العناصر. وقالت مصادر إن الميليشيات الحوثية قامت بنقل المصابين إلى مستشفيات مدينة الحديدة لتلقي العلاج وسط تكتم شديد. موقع يمني يتحدث عن متعاقد في إحدى المؤسسات الحكومية الصحية عمل متطوعا في انتظار الوظيفة لثلاثة عقود وعنون موقع خيوط 30 سنة في انتظار وظيفة، ما الذي سيعوض العامل عوض زيد؟ في واحدة من أقصى دلالات نكران الجميل والظلم لحالة العاملين في المؤسسات اليمنية الحكومية ينهي العامل عوض زيد ذو 60 عاما من العمر خدمته في المرفق الصحي الذي أفنى فيه شبابه دون الحصول على وظيفة رسمية. عوض زيد من سكان بلدة جديمة ساحلية برأس العارة شمال محافظة لحج، تبلغ سنوات خدمته في هذا المرفق قرابة 30 سنة، قضاها في العمل الدؤوب وانتظار الوعود التي بليت وذهبت جميعها أدراج الرياح بعد 3 عقود من نشاط الرجل الذي يعمل في مستشفى رأس العارة. في مارس عام 1990 بدأ الحاج عوض زيد العمل في المرفق الصحي القديم برأس العارة متطوعا كحارس للمرفق وأدواته، كما أضيفت لمهامه خدمات توفير احتياجات العاملين، وظل 5 أعوام في المرفق القديم حتى انتقل إلى المستشفى الحديث ليعمل متطوعا دون أي مقابل على أمل الحصول على وظيفة رسمية. لطالما ظل محتاجا لهذه الوظيفة لتأمين متطلبات الحياة لعائلته المكونة من 5 أفراد، وفي عام 1995 تجددت أماله على إثر نقله إلى المستشفى الذي تم بناؤه حينها. ظل المبلغ الذي يتقاضاه 10,000 ريال ولديه عقد فقط للحصول على الوظيفة الحكومية التي لم ينالها بعد وربما يغادر الحياة دون أن يحصل عليها. يحتفظ الحاج عوض زيد بعشرات الرسائل والمذكرات الموجهة من مستشفى رأس العارة الريفي ومكتب الصحة بالمديرية، وجميعها توصي بأحقيته في التوظيف، لكن دون جدوى. ومرت السنوات حتى بلغ سن التقاعد دون أن يتحقق حلمه حاليا، وهو في حيرة بين الاستمرار غير المجدي أو التوقف عن العمل، بشعور ثقيل بضياع العمر. هل تلعب الصين دور الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط؟ يتساءل الكاتب والمحلل السياسي الروسي الإسكندر نازاروف في مقال نشره موقع روسيا اليوم وجاء في مقتطفات منه. أعتقد أنه لم يعد هناك أحد لديه ذرة شك أن العالم القديم قد مات، والإنسانية الآن بصدد حقبة انتقالية تتميز بعمليتين رئيسيتين. الأولى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة هي الأكبر في تاريخ البشرية، ستتسبب في انهيار أكبر هرم ديون في التاريخ، ثم انهيار الدولار الأمريكي كعملة عالمية، وانهيار العولمة والتجارة الدولية والسلاسل التكنولوجية. الثانية المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من أجل الحق في مشروع عولمة جديد لتحقيق مكاسب اقتصادية منه. بالنسبة للعرب، لن تكون المرة الأولى التي تصبح فيها منطقة الشرق الأوسط ساحة للصراع بين قوتين عظميين. وعلى الرغم من جميع السلبيات التي اتسمت بها الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن جميع الدول العربية تمكنت من جني بعض المكاسب، تلك التي كانت على جانبي الصراع وحتى تلك التي التزمت الحياد فيه. أما الآن فالوضع مختلف للغاية. أولا، سوف تتسبب الأزمة الاقتصادية الكبرى التي يمر بها العالم في جعل الخصوم أكثر شراسة مع مزيد من الإملاءات وقليل من الإقناع، وستصبح الإجراءات القاسية التي اتخذها الرئيس الأمريكي تجاه حلفائه مجرد مقدمات وديعة مقارنة بما هو آت، بينما ستحاول كل الأطراف التخلص من الحمولة الزائدة من السفينة الغارقة بكل قسوة وحدة. إن الوضع يتفاقم بالنسبة للعرب بسبب التراجع الكارثي في أهمية المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أو بمعنى أدق، لم يعد النفط العربي ذا أهمية لازدهار وقدرة الاقتصاد الأمريكي.
لكنه في الوقت نفسه هام للولايات المتحدة الأمريكية بغرض منع ازدهار الاقتصاد الصيني والحد من قدرته الوظيفية. يشبه ذلك المثل الروسي، حيث لا يسمح الكلب للبقرة بأكل التبن وهو نفسه لا يأكله، بل إن زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط سوف تكون وسيلة فعالة للغاية لمنع الصين من الوصول إلى موارد النفط في المنطقة. تتحدث الصحافة العربية عن صراعات داخل الكيان الانفصالي في عدن وعنونت العرب الجديد: صراعات داخل القوات المدعومة إماراتيا تؤجج الوضع في عدن. وفقا للعرب الجديد، تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن حالة من التوتر جراء تأجج الصراعات الداخلية بين فصائل القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والتي تطورت الاشتباكات المسلحة وسط مخاوف من انفجار الوضع جراء استمرار الاحتقان. وقالت مصادر للصحيفة إن خلافات عميقة اندلعت بين أوسان العنشلي قائد ما يسمى لواء العاصفة التابع للمجلس الانتقالي وبين إمام النوبي قائد قوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا بمدينة كريتر، على خلفية رفض الأخير أوامر الانتقال بالتوجه لقتال الشرعية في محافظة أبين. وأشارت المصادر إلى أن قوات لواء العاصفة والتي تحظى بدعم مباشر من القيادي السلفي بالمجلس الانتقالي هاني بن بريك هاجمت مدينة كريتر بعد زعمها أن دورية عسكرية تابعة لها تعرضت لهجوم بقنبلة يدوية من قبل عناصر مسلحة. وعلى الرغم من توقف الاشتباكات التي استمرت لساعات، إلا أن التوتر لا زال سيد الموقف في مدينة كريتر التي تنتشر فيها البنوك ويقع في إطارها قصر معاشيق الرئاسي وسط انتشار أمني مكثف من الجانبين. تتعرض مدينة صنعاء التاريخية العريقة اليوم لإهمال وعبث طال مبانيها الأثرية التي تعود لمئات السنين، وفقا لموقع ارفع صوتك والذي عنوان: صنعاء القديمة الإهمال قد يخرجها من قائمة التراث العالمي. وفقا لعبد الله صماط المدير التنفيذي لمؤسسة عرش بلقيس، منظمة مدنية محلية مهتمة بالتراث، واقع مدينة صنعاء التاريخية وجميع المدن التاريخية في اليمن صعب جدا في ظل غياب الوعي والإهمال الحكومي لتلافي الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها. وكانت صنعاء القديمة بما تمثله من حضور للفن وللثقافة والتخطيط ولعبقرية المعمار نموذجا حيا لتفوق الإنسان وقدرته على تطويع واستغلال مواد البيئة الأولية من النورة البيضاء والياجور لبناء واحدة من أعظم مدن التراث الإنساني المأهولة بالسكان حتى اللحظة. ونتيجة لعوامل عدة بينها الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات والأمطار وما خلفته من سيول وعدم الوعي بأهمية التراث، تعرضت مبان تاريخية في صنعاء القديمة للهدم والخراب والتشويه، إضافة إلى مواد بناء جديدة غير مطابقة لمواصفات المدينة العريقة، الأمر الذي يضعها مجددا على قائمة الأماكن المهددة بالخطر من قبل اليونسكو والمرشحة بالخروج من القائمة العالمية. غالبا ما تنتج الأوبئة أنظمة وعوالم مختلفة ظل تؤثرها فيما بعد. الكاتب جيروم روس كتب عن واحدة من تجارب البشرية المريرة، وقد نشر المقال أو نشر في صحيفة الغد وجاء فيه: كان الشيء الأكثر تميزا في المشهد الناشئ بعد الطاعون هو تنوع النتائج السياسية في جميع أنحاء أوروبا. في مواجهة صدمة مشتركة استجابت دول مختلفة بطرق مختلفة جذريا. في إنجلترا أدت النضالات الشعبية بعد الموت الأسود إلى نشوء شكل جديد من الرأسمالية الزراعية، وفي فرنسا وإسبانيا دخلت الارستقراطية في تحالف مع الملكية، مما أدى إلى مركزة السلطة السياسية في الدولة الاستبدادية المطلقة. وفي إيطاليا ظلت السلطة لامركزية داخل المدن الدول، مما سمح للأوليغارشية التجارية بتثبيت شكلها الخاص من الرأسمالية التجارية. في الشرق الأدنى كانت النتائج مختلفة. ضغط الملاك العقاريون العسكريون في مصر المملوكية بشدة على الفلاحين، لدرجة أن المجتمعات المحلية اضطرت باستمرار إلى حرث الحقول وإهمال أعمال الصيانة لنظام الري في النيل، مما تسبب في أن تصدع قنواته بالطمي وأفضى إلى تراجع الزراعة على المدى الطويل. كان الموت الأسود الذي عمل كمحفز قوي في هذه السلسلة المعقدة من الأحداث حدثا صانع حقبة حقا، وقد تعافى العالم في نهاية المطاف من أزمة العصور الوسطى المتأخرة التي ولدها.
ولكن إذا كان ثمة درس يمكننا استخلاصه من هذه التجربة التاريخية فهو أن العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لوباء كبير يمكن أن تستمر إلى ما هو أبعد من التأثير المباشر. غيرت منظمة الصحة العالمية موقفها بشأن أقنعة الوجه وقالت إنه يجب ارتداؤها في الأماكن العامة للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا. وعنونا موقع البي بي سي: فيروس كورونا، منظمة الصحة العالمية تغير موقفها وتنصح بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة. وقالت المنظمة العالمية إن المعلومات الجديدة أظهرت أن أقنعة الوجه يمكن أن توفر حاجزا أمام الرذاذ الذي يحتمل أن يكون معديا، وتوصي بعض البلدان حول العالم أو تلزم بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد جادلت من قبل بعدم وجود أدلة كافية تشير إلى أنه يجب على الأشخاص غير المصابين ارتداء الكمامات. قالت الخبيرة الفنية بمنظمة الصحة العالمية المعنية بمرض كوفيد-19 الدكتورة ماريا فان خيركوف إن التوصية هي أن يرتدي الناس أقنعة من القماش، أي أقنعة غير طبية. وقالت المنظمة إن توجيهاتها الجديدة تستند إلى الدراسات التي أجريت في الأسابيع الأخيرة. وقالت الدكتورة: ننصح الحكومات بتشجيع ارتداء عامة الناس لأقنعة الوجه، فهي واحدة من مجموعة من الأدوات التي يمكن استخدامها للحد من خطر انتقال العدوى. وتستند تعليمات المنظمة الجديدة إلى الأبحاث الأخيرة التي أكدت أن الأشخاص يمكن أن يكونوا معديين للغاية في الأيام القليلة قبل ظهور الأعراض عليهم، وأن بعض الأشخاص يصابون بالفيروس ولكن لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق. الأحداث كما روتها عدسات مصوري صحيفة الجاردن، وقد وثقت أحداثا مختلفة من أنحاء العالم. إلى الصور. عدد من رسوم الكاريكاتور التي تنشرها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.